فإن كانت المظاهرات هي تمت بداية في ساحة التحرير، انتقلت إلى البصرة، انتقلت إلى الناصرية، نعم، وإلى جزء من المحافظات، عموم المحافظات الوسطى والجنوبية. ولكن هنالك ظهر اليوم الخط الثالث في المظاهرات، هنالك من قوى الأمن من انطلقت عليه عيارات، نعم، وهذه العيارات النارية ليس من المظاهرين بل من الجوكر والثالث وإلى آخره. هنالك ملف موجود الآن لدى وزير الداخلية. أنا أعتقد اليوم التحفظ السيد الياسري حقيقة وزير الداخلية على هذا الملف لربما لأمور سياسية أيضا مختصة اليوم في بناء اليوم البلد من جديد بعدما انحدر البلد إلى هذه المشاكل. لربما هنالك طبعا هنالك مدسوسين كانوا موجودين في المظاهرات ستاب على كان هنالك حرق لدوائر الدولة، وهذا لا يعني اليوم هذه مطالب وغيرها. اليوم المطالب لا تنبني على حرق أو غلق المدارس وإلى غيره، فلذلك لا نستند على اليوم المظاهرات وهي حقيقة ليس لديها أي ذراع غير التخريب، وهنالك لربما اندفعت أموال من أجندة خارجية. والشعب العراقي اليوم وصل إلى الحقيقة اليوم بالتواصل الاجتماعي وبالإعلام ومن قناتكم وغيرها، اليوم الإعلاميين وصلوا رسالة للشعب العراقي أن هنالك الجوكر والخط الثالث، نعم، معروف، نعم.